الجمهور الكريم، مشاهدينا عبر قناة الشارقة الفضائية ومستمعينا عبر إذاعة الشارقة، نصل الآن إلى لحظة التتويج، إلى من سيحمل اللقب الغالي. أريد أن أنوه أننا في هذه السهرة بإذن الله سنعلن عن المركز الثالث والمركز الثاني والمركز الأول، الفائز بلقب منشد الشارقة في دورته التاسعة. أسابيع عديدة مرت تدربوا على يد أفضل المدربين، لجنة التحكيم لم تألو جهداً في تطويرهم وفي توجيه كل التوجيهات. الآن أدعو المنشدين الستة للوقوف على المسرح، تفضلوا. تحية كبيرة للمنشدين الستة من الجزائر، من المغرب، من اليمن، من جمهورية مصر العربية، من المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيراً من سوريا. كل توشح علم بلاده، الكل ينظر إلى اللقب، الكل متعطش لأن يرفع علم بلاده. الجوائز، الجمهور الكريم، للمركز الثالث 75,000 درهم، المركز الثاني 100,000 درهم، المركز الأول واللقب الغالي 150,000 درهم وسيارة مقدمة من ليبرتي الشارقة. من سيكون صاحب الحظ؟ استمروا معنا لأسابيع، أسابيع طويلة، توجيهات وآراء كثيرة، التصويت لن نقول أنه هو سيد الموقف، ولكن أيضا الأداء. هناك من يقول أن اللقب سيبقى مغربيا، وهناك من يقول أن اللقب سيذهب إلى الجزائر. الكثير يراهنون على حمدي، على حمدي دويد من اليمن. زاهر المرعي قبل الحلقة بدقائق قال لي أنا متوكل على الله. علي المديدي يتمتم بالدعوات. هل يعيد التاريخ نفسه من الموسم الأول إلى التاسع ليكون اللقب يمني؟ نعلن بسم الله وعلى بركة الله، المركز الثالث، حصل على المركز الثالث في منشد الشارقة في دورته التاسعة علي المديدي من المملكة المغربية. الثاني، والكل ينتظر الثاني، الثاني. أنا كنت أراهن على حمدي ولازلت. الأردن أكثر المنشدين من قيل له أحسنت ثم أحسنت ثم أحسنت، ولكن القرار للجمهور وللجنة التحكيم. زاهر وعدني بعشاء. روهن عليك بأنك أنت أفضل من المطربين.
وعلى فكرة محمود هلال إمام مسجد، بارك الله فيه. المركز الثاني والفائز ب100,000 درهم من المملكة الأردنية الهاشمية نزار الشياب. المركز الأول لقب المنشد الغالي في الدورة التاسعة، هذه الأكاديمية التي جمعت شباب الوطن العربي على صف واحد وكلمة واحدة للفن الهادف للفن الراقي. من سيكون؟ سوريا، مصر، اليمن، الجزائر، من الفائز ب150,000 درهم والسيارة واللقب لمنشد الشارقة في دورته التاسعة سيكون مصريا من جمهورية مصر العربية محمود هلال. تحية كبيرة لجمهورية مصر العربية محمود هلال منشد الشارقة التاسع، وتحية كبيرة جدا لكل المنشدين اللي شرفونا، من سوريا زاهر مرعي، من الجزائر محمد بن كروش، من الأردن، من اليمن، ومن المغرب، شرفتونا. الآن نصل إلى لحظة التكريم. أتشرف بدعوة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة. المركز الثالث علي المديدي من المملكة المغربية. المركز الثالث و75,000 درهم المركز الثاني المملكة الأردنية الهاشمية نزار الشياب و100,000 درهم والفائز باللقب منشد الشارقة في دورته التاسعة جمهورية مصر العربية محمود هلال. 150,000 درهم وسيارة مقدمة من ليبرتي الشارقة. تهانينا لجمهورية مصر العربية وتهانينا للعالم العربي بهذا الفن الهادف والراقي. لعلي المديدي من المملكة المغربية، نزار الشياب من المملكة الأردنية الهاشمية،
محمود هلال صاحب اللقب من جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا، امتعتمونا. الشكر ايضا لسمو الشيخ سلطان بن احمد القاسمي وسعادة الدكتور خالد عمر مدفع مدير عام وسط الشارقة للاعلام. الجمهور الكريم، نصل الآن إلى سهرتنا، ولكن أود ومن كل قلبي شكراً شكراً من القلب لهؤلاء القامة التي لن نراها إلا العام القادم إن شاء الله بخير وعز وفرح. الفنان الكبير لطفي مشناق، الموسيقار عاصم البني، المنشد الإماراتي المعروف أسامة الصافي، أمتعونا وتعلمنا منهم، شكرا جزيلا لكم. نصل الآن إلى أول المنشدين، إلى عمان. تبون تسهرون ولا لا؟ بنروح فاصل وبنرد إن شاء الله نكمل وياكم ما تبقى من سهرتنا. توكلوا على الله.